حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال خالد الحذاء، حدثنا عن أبي عثمان، قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعدّ رجالًا.